ازيكم يا جماعه؟ معاكم اخوكم بسام الشماع من دار الاوبرا. دخلنا النهارده الى دار الاوبرا الجميله فنجد مستنسخات جميله جدا من حضارتنا، زي التمثال الشهير من مقبره توت عنخ امن، وايضا مستنسخ رائع للعجله الحربيه. وبعد ما هظبط العجله الحربيه اللي احنا هزمنا بيها الحكاو خاسوت، او كما اطلق عليهم اليونان الهكسوس، ثم اجلس مستريحا بجانب صديقي ملك مصر واللي حط على القاعده بتاعه التمثال بتاعه المستنسخ ثلاث طلبات. بعتقد ربما في ناس كتيره بتبقى عايزه الثلاث طلبات دي في حياتها. الطلب الاول هو الحياه عنخ، وهي ليست مفتاح الحياه يا جماعه، مفيش حاجه اسمها مفتاح الحياه في مصر القديمه. مصر القديمه ما فيهاش مفتاح الحياه، فيها فعل الحياه، الكينونه، العيشه، العائش، كل ده العنخ. ثم بجانب العنخ صولجان واصل، ودي نفس التسميه بتاعت مدينه طيبه، القوه، الهيمنه، فبالتالي هي القوه والهيمنه التي يطلبها الملك ويطلبها الحاكم. ثم هذه الرمزية الهيروغليفية الرائعة جد، جد بالدال، والجد هنا معناها الاستقرار. إذن يطلب الملك دائما وأبدا سنين العمر المديدة اللانهائية في هذه الحياة والحياة الأخرى، يطلب القوة والهيمنة، ويطلب الاستقرار، ويطلب الذهب. وبعتقد ربما نكون كلنا مع ملك مصر في ان احنا عايزين الحاجات ديت كمان. اخوكم بسام الشمال.